المشهد النهارده اقدر اقول يا جماعه انه اعلان صريح وواضح من قائد مشروعه واضح وطموح لصناعه مستقبل افضل لبلدنا. الاستفتاء ده بيوضح مدى ثقة الشباب والطلبة وجموع المصريين في قائدهم صانع الأمل اللي كرر النهاردة كلمته الشهيرة ودستوره لما قال إنه المصارحة هي منهج عنده وعقيدة. مصارحة المصريين هي منهج وعقيدة مهما كانت التحديات، عشان الشعب المصري شريك في كل نجاح وكل عبور للمستقبل. وزي ما بقول دايما، أول يعني قبل ما انهي كلامي، أنا بشكر الشعب المصري اللي حاسس وفاهم بكل حاجة وبقى واعي جدا وعارف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجازاته إيه وعمل ايه لمصر. انا النهارده طالعه يا جماعه طايره من الفرحه، مش عارفه اتكلم، مش لاقيه كلمات اقولها بجد. المشهد عظيم عظيم تقشعر له الابدان. يا فرحه قلوب الامهات والاباء لهؤلاء الطلبه المتفوقين، الف مبروك ليكم، تستاهلوا ان سياده الرئيس يكرمكم، وانت يا ريس تستاهل انك تكون قائد وزعيم مصر. وتحيا مصر. مشهد الحقيقة زي ما قلت لكم يفرح يفرح، وأنا حاسة كده إنه مصر بتفرح النهاردة، لأنه دول ولادنا والشباب المستقبل، ودول ولاد مصر اللي هيبنوا مصر فعلا.